السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم في قناه طبخ وحلويات فاطمه. الفيديو تاع نهار اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه تاع الكراميل. هذه الكراميل هذه نحضروا بها الفلان، نحضروا بها التحليات لي ديسير، عندها بزاف استعمالات تحضيرا للشهر الفاضل ان شاء الله. كما قلت لكم كي نحضروا الكراميل بغو نديروا فلان ونحضروا الكراميل في البيت، غادي نصيبوها يابسه في القاع تاع الغرفه وما تجي من بعد كي تبرد تولي كتله صلبه. اليوم جبت لكم هذه الوصفه هذه تاع الام تاعي. هاد الكراميل هذه ما تيبش في كي نديروها في الفلان ولا في اي تحليه. نروحوا نشوفوا المقادير. عندنا كاس تاع 250 مليلتر ماء، هذا الكاس تاع 250 مليلتر يجي طويل، ماء عادي يعني ما ولا حامله والو، عادي. هنا عندنا نصف كاس هذا تاع 240 مليلتر، النصف تاعه ماء. عندنا عطر الكراميل، لو بغينا نديرو الباتاغوم نديرو، ما بغيناش نكتفو بالعطر. عندنا ملعقه كبيره تاع خل ابيض، هنا لازم الخل الابيض ما نديروش الخل الاحمر. هنا عندنا 500 غرام تاع سكر عادي، هنا باه توزنوا هنا في الساشي هذا تاع السكر مدايرين الاوزان هنايا 250 500 750 كيلو، ديري نصف العلبه يعني 500 غرام. نروحوا الان نشوفوا طريقه التحضير. اول حاجه ندي كسرونه، لازم الكسرونه تاعك تكون ثقيله. هنا فقط بدلت الكسرونه لانه هذيك صغيره ما تجيبش، كما قلت لكم الكسرونه لازم تكون ثقيله، ما نديروش كسرونه خفيفه لانه الكسرونه خفيفه غادي تحرق لك السكر. ولا ديري مقله تكون ثقيله. ندير 500 غرام تاع السكر هنايا، بس يعني ديت 500 غرام تاع السكر. ها هي هنا راكم تتبعوا هذا المعيار، هذا دايرين فيه الاوزان. هنا ديت بعد ما حطيت هذاك السكر نضيف عليه هذاك نص كاس تاع الماء اللي هو تاع 240 مليلتر كما رانا نشوفوا. ندير معاه ملعقه اكل تاع خل ابيض، ندير ملعقه عفوا الكراميل نخليها حتى مع التالي نسيت، هادو نديرهم فوق النار متوسطه ونخلو حتى يتحصلوا على كراميل ذهبي، لازم يكون اللون تاعو ذهبي باه ما يجيناش المذاق مر تاع الكراميل. مره على مره في فوق الغاز، ما نحركوش بالمغرف لانه غادي يتكرمل يولي لكم حجرس. نحركو فقط الكسرونه بهذه الطريقه، غادي نديرها فوق النار معتدله ومره على مره نصور لكم باش تشوفوه. هنا كيما رانا نشوفو النار معتدله ونخليه كيما هكا، ما نتحركو فيه ما والو حتى يولي كراميل. من بعد نعاودو نشوفو التكمله تاع الوصفه. شوفو كي دايرته على النار قليله في الغاز الكبير، هنايا عاودت بعد ما داب السكر هذاك في المره الاولى نخافو عليه لا ينحرق، لكن بعد من بعد ما يدوب ويبدا يسير وثقيل نخليه على النار هذه، نحول يعني الغاز ونخليه الغاز المتوسط ونخليه على نار معتدله، ما تكونش منقصه بزاف تكون معتدله، ونخليه كيما رانا نشوفو حتى يبدا اللون تاعه يتغير مع مرور الوقت. لازم تقعدوا واقفين عليه ومره على مره ديري هذه الحركه هذه باه تتاكدي باللي راكي تحركي في هذاك السيرو تاعك، ما تخليهش هكا وما تستعمليش المغرف. غادي نخليه ديجا نبدا يدي في اللون راه صفر، دوك يبدا يدي في داك اللون البني، ما نخلوهش ينحرق كما قلت لكم، ونعاودو نشوفو التكميله. كيما رانا نشوفو، شوفو اللون تاع الكراميل هذا هو اللون تاعه، نقصت عليه النار كاع حتى بدا الماء يغلي. هذاك الكاس تاع 250 مليلتر اللي قلت لكم ما درته يغلي، لازم يوصل لدرجه الغليان. غادي نخليه يغلي، نوخر هذه من فوق النار بدال غلي الماء. هنا كيما رانا نشوفو الماء غلا، نعاود نرد هذيك الكراميل تاعي النار قليله ونفرغ، يعني هنا لازم تكون وحدكم في الكوزينه، نفرغ هذاك
بالحليب فقط، نفرغ حتى الماء يكون يغلي بهذه الطريقه، لكن بحذر. كما رانا نشوفوا يعني ما قلنا ما بقى لي في الغاز، لكن معليش بهذه الطريقه. الان نضيف في هذه المرحله، ندير عليه عطر الكراميل قد ملعقه تاع اكل، ونطفي عليه الغاز ونخليه يبرد تماما، بعد نشوفه جاهز. كما رانا نشوفوا الكراميل تاعنا راهو جاهز، خليته بعد ما برد. هذا هو الشكل تاعه، ما يجمدش، راه بارد. هنا الشكل تاعه، نديروا به التحليات الفلون، عنده عده استعمالات. وهذيك الكميه تاع رطل سكر عطاتني هذا القدر، وعطاتني هذه العلبه معمره، تحتفظي به في الثلاجه ولا خارج الثلاجه ما يصرى له والو، لانه يعتبر كما العسل. هذا هو الشكل تاعه، تبغوا ديروا هذا اللون هكا، انا درته كيما اللي يتباع اللي نلقاوه في العلب تاع الفلون، يكون اللون تاعو بهذا الشكل. ولا تبغي ديريه فاتح على هكا، يبقى على حساب الاختيار. نتمنى ان شاء الله الوصفه تاع نهار اليوم عجبتكم، تجربوها وتنجحوا فيها. اللي عجبكم الفيديو ما عليكم غير تخلوا لي جيم وديروا لي كومونتير باش تشجعوني وتدعموا القناه. والى الملتقى.